بزاف ديال الناس كيحطوا قدام واحد الهدف كيخدموا عليه كيضربوا تماره كيديروا مجموعه ديال لي زاكسيون، ولكن في الاخير النتيجه هي انهم كيفشلوا وما كيوصلوش لهذاك الهدف، كيعاودوا يحطوا واحد الهدف اخر وفي الاخير نفس النتيجه كتعاود. وهنا الواحد تيبدا تيدخلوا في الشك وتيبدا تيقول مع راسو بلي راه اي هدف حطيتو من القدام راه ما عمري ما نوصل ليه، يعني راه المشكل فيا انا ما نقدرش نوصل للاهداف ديالي. والمشكل الكبير هو فاش كيبدا الواحد تيقارن راسو مع واحدين اخرين اللي كيحققوا اهداف، فكيبدا كيقول بلي علاش هذاك الشخص كيبقى ديما تيحقق الاهداف وانا غير هدف واحد ما قدرتش عليه. وهنا ناخذ واحد المثال ديال واحد الشخص اللي في البكالوريا حط قدامه على انه يجيب واحد النقطه مزيانه في الباك، في الاخير كيتفاجئ وكيلقى راسو بانه عنده الاستدراكيه، فهنا تيتحبط تيفشل تيقول بلي ما عمري ما غنجيب هذاك الباك. ولا مثال اخر ديال واحد الشخص اللي كيقرا غير في اولى باك كان مصمم على انه يجيب واحد النقطه مزيانه في الجهوي ديال 16 15 ولا 17، في الاخير كيتفاجئ وكيلقى راسو جاب 11 ولا 12. فهنا هذاك الهدف كيتبخر قدام عيني، يعني كيقول بلي الهدف اللي حطيته واللي خدمت عليه ما وصلتش ليه. وكيف قلت هذا الشيء كيتعاود بزاف ديال المرات، ولكن الخطا الكبير هو انه هذا الشخص كيعاود نفس لي زاكسيون، كيعاود نفس استراتيجي، كيعاود نفس الطريقه، ما تيبدل حتى شي حاجه في داكشي اللي تيدير. داكشي علاش الواحد ديما خصو يرجع للور وياناليزي ويدير واحد التحليل باش يعرف المشكل ديالو فين كاين. بالنسبه لي انا كاين جوج ديال الحاجات اساسيه ضروري الواحد خصو يحترمها باش يوصل لواحد الهدف، كاينين بزاف ولكن الواحد خصو يبدا بهاد جوج. اول حاجه هي خصك عندك واحد السبب، واحد السبب اللي كيحركك من الداخل اللي كيشعل فيك العافيه باش انك توصل لهذاك الهدف. كنعرف بزاف ديال التلاميذ اللي باغي يجيب الباك بواحد النقطه مزيان، ولكن الا جيت سولته وقلت ليه علاش باغي تجيب الباك بهذيك النقطه ديال جو سي با 15 ولا 16، فما كيقدرش على انه يجاوبني، كيقول لي واحد غتعاوني باش ندخل لاي مدرسه، ولكن راه ما عندوش واحد المدرسه قدام عينيه اللي كيحلم على انه يمشي لها، اللي كل نهار كيتخيل بانه كيقرا فيها، وما عندوش واحد السبب اللي كيف قلت تحرك وتحركه من الداخل. علاش هذا السبب مهم؟ حيت هو اللي غيبقى تحركك كل نهار، النهار اللي غادي تعجز، النهار اللي غتحس براسك ماشي هو هذاك، غادي تفكر هذاك السبب وغادي تنوض بزمنك وغادي تبدا تبريباري وتراجع وتقلب على اي طريقه باش انك توصل لهذاك الهدف. راه بزاف ديال الناس ما كيوصلوش الهدف ديالهم حيت ما كيستمروش، وعلاش ما كيستمروش؟ حيت ما عندهمش واحد السبب علاش خدامين على هذاك الهدف. ثاني حاجه اساسيه ومهمه هي انه تكون عندك واحد العقليه ديال المحارب. شنو هي عقليه المحارب؟ هي العقليه ديال واحد الشخص اللي ما كيستسلمش، اللي كيبقى ديما تيعاود وتيعاود وتيعاود وتجرب بزاف ديال لي استراتيجي وتجرب بزاف ديال لي ميثود، ولكن ديما تيبقى مصمم على انه يوصل لهذاك الهدف. ماشي فشل في المره الاولى صافي كنحبس، ماشي فشل في المره الثانيه كنحبس، الثالثه الرابعه كنبقى ديما كنوض كنتقاتل. شنو هو المحارب؟ هو واحد الشخص اللي داخل واحد الحرب، ولكن امتى تيحبس؟ امتى صافي ما كيبقاش كينوض؟ هي لا مات صافي، حتى كيتقطع عليه النفس ديالو عاد باش ديك الساعه تيحبس. ولكن ما حدو باقي حي وهو تينوض تيدير شي حاجه مقاتل، يعني ما كيزقاش. وهاد العقليه ديال المحارب ماشي ما بين ليله ونهار تتبنى عندك، راه كاين بزاف ديال لي زاكسيون اللي خاصك ديرهم باش تولي عندك، وكاين بزاف ديال الفيديوهات ديالي اللي غتلقاهم في هاد القناه كيهضروا على هاد العقليه وكيفاش يمكن ليك على انك تطورها. بخلاصه اي هدف بغيتي توصل ليه خاص يكون عندك واحد السبب من الداخل تيحركك باش انك توصل ليه، باش تبقى ديما ديما كل نهار كتخدم عليه. وثاني حاجه تكون عندك واحد العقليه ديال المحارب، يعني واخا تفشل تتنوض عاوتاني وتتبدا، كتفشل كتنوض عاوتاني وتتبدا. وانا متاكد باللي مع المده غادي تستافد بزاف من هذوك الاوقات اللي فشلتي فيها قبل، وغادي يمكن لك انك توصل لهذاك الهدف ديالك. هادشي اللي كان في الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انك تكون استفدتي منه. تراليا فراسك، نتشافو ان شاء الله في تشيده.